تقولي ما قدوز حسن ديال بخير. شكون هذا كوزين ليك ولا سيدي ليك؟ واش باغي يدوز؟ باغي يدوز هذاك؟ ترمي البيضة صافي. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة شوف تيفي. كتشوف حنا كتهزو الآن هنا بالسوق، هذا السوق ماشي نموذجي، سوق عشوائي. هادو الناس اللي كانوا في الرشا وحولوهم على أساس غادي واحد المدة ديال 7 شهور باش يعطيهم الساك، يعطيهم السوق نموذجي تفتح وتحولوا ليه. الناس جاوا لهاد البلاصة هادي اللي هي مميتة، بلاصة لا بيع لا شراء لا والو، الموت البطيء كيبقوا هنا. فيما كتجي الشتا كيتفاجئوا بالفيضان. السوق النموذجي تصيب دابا 7 سنين هو مصيب، ما بغاتش تفتح لاسباب الله اعلم، يعلم بها الله والناس مسؤولين. كيف كتشوفوا جينا في هذه القيطه ديال الاستاذ الامطار الخير تبارك الله اللي كتصب، الماء دخل عليهم الواد الحار، كنا غير الماء الحلو، الناس دخل عليهم حتى الواد الحار. هنا كاين تدخل ديال وحده تدخل السريعه ديال ليديك اللي حاولت تجي باش تفتح لي روكار باش الماء يهبط، لان ماشي غير الماء، الواد الحار الماء خانت، تكون غير الماء ديال الشتا. لكن الحمد لله نشكره الماء ديال الشتا، مرحبا به، حنا بغينا الشتا، ولكن ملي يدخل اسابيع معدوده هما كيموتوا هنا بالخنز، وجد دابا كمل عليهم ثاني كتشوفوا الحاله. هنا كاين تدخل ديال واحد دخل الخنز، دخل المحلات ديالهم، انتم كتشوفوا هذا الخنز، انتم هادو راه ماشي ماء ديال الشتا، هذا راه الخنز، هذا الخنز. هادو السياسه ديال المسؤولين هنا ديال الجماعه، انتم كتشوفوا شحال من سنه هو هاد الناس كيعانيو من هاد، شحال من سنه الناس كيعانيو من هاد الخنز وهاد هاد الروينه هادي. كيف قلت لكم حتى الناس ما قدروش ما يدوزوا، ودوزوا سير سير سير. حتى الناس الراجلين ما قدروش ما يدوزوا، الراجلين ما لقاوش ما يدوزوا. سير الخنز، سير الخنز، سير الخنز من تحت. انتم كتشوفوا معايا متابعين، لا حول ولا قوه الا بالله. كيف قلت لكم اخويا مراد، الشتا تبارك الله كاينه موجوده الحمد لله، ولكن ماشي بقينا في الشتا، بقينا في الخنز. لي روكار، لي روكار ديال هنا البنيه، باش كاينه حرات على البنيه التحتيه، البنيه التحتيه باش تعرفوا بعين حروده والو. لي روكار الخنز، الواد الحار خرج طلع للناس، فاض عليهم الواد الحار، الناس فاض عليهم الواد الحار كيف كتشوف انت. لي روكار هما مفتوحين هنا، راه كانت الفيضان هنا كان بحال لابيسين، راه لولا تدخل ديال وحده التدخل السريع هذا من يديك لكن كان الغرق، كان الناس غادي يغرقوا. ها انت كتشوف لي روكار اللي فاضوا، هادو لي روكار، واحد من لي روكار اللي فاضوا. ها انتم الناس كيحاولوا يحيدوا الماء من حدا المحلات ديالهم، لان الماء دخل حتى المحلات ديالهم. ها شوف الحاله هذه، لا حول ولا قوه الا بالله. هاد لي روكار تفرقعوك، لي روكار شوف الناس حاولوا، الناس اللي ديك عيوم يضربوا الناس في المحلات التجاريه، المحلات التجار قرب حتى هما، انتم كتشوفوا الحاله ديالهم اللي ما دخلهم حتى المحلات ديالهم، عيوم يعانيو، ولكن المسؤولين ما كاينينش، المشكلين ما مسوقينش انا هنا. فيما كدور في اي موقع في عين حروده كتلقى الفيضان وتلقى الطريق مهرسه ومتكرفشه، عيو الناس ما ينادي وعيو الناس ما يهضروا، ولكن مع الاسف لمن تنادي لمن تعاود زابورك يا داوود ما كاينش، كاينش اذن صاغيه هنا، ما كاينش، ما عرفتش مع من كتعامل. شي نهار عين حروده تزاد غير الزبل والخنز والوسخ، انتم كتشوفوا على الواقع. وانا البراق، البراق راه كاين هنا بجنبهم، هذو حدا البراق. هاد الحاله لا حول ولا قوه الا بالله، الحاله كارثيه. شوف الناس، الناس كيعانيو، شوف هاد المعاناة. فيما كتجي الشتا كيبقى عند المشكل هذا، فيما كتجي الشتا كيبقى عند الفيضان وكيبقى عند المشكل، كيبقى عند هاد الكارثة هادي اللي مبغاش تتقاضى. كيف كتشوفو حنا غادي نوصل الخنز، ماشي هذا هو الحار، الخنز ماشي الشتا، كان غير الماء ديال الشتا ماشي مشكل، هذا الواد الحار. الناس هما كيدفعوا الماء خانس، الماء خانس، الواد الحار هذا كتشوفوا، لان الناس فاض عليهم الماء،
هذا راه ماشي مشكل ديال الشتاء، اما الشتاء ما نقي ما حلا بها، ولكن الناس فاضل عليهم الماء كما كتشوفوا هنا كما كتشوفوا معنا متبقى قناة شو تيفي. هانت هاد الحالة الكارثية، الحالة الكارثية مبغاش يديرو معاها محل، ما فهمت انا. شوف هي راه لا بيسين، اما الهيه لا بيسين، الهيه راه ولا لا بيسين كما كتشوفوا. هذا راه ماشي ماء، هذا الواد الحار ما خانس. كان غير الماء الحمد لله، الماء مرحبا به، حنا بغينا الماء، حنا كنطلبوا الصا، ولكن ملي كيدخل عليك الواد الماء الخانس الواد الحار راه هادشي راه ماشي مقبول. حشومة كتشوفوا الناس كلهم كيحاولوا، الناس ديال الجماعة جا وقفوا كيتفرجوا ومشاو، هادشي وقفوا بقاو كيشوفوا بعينيهم الغرق هذا صاتشي واش غيشوف الغرق هذا، ماشي مرة ماشي جوج ماشي ثلاثة ماشي أربعة، فين ما كتجي الشتا الناس هادو مساكن ما كيباتوا هنا، ما يقدروش يخلوا المحلات، كيخافوا هاهو بيتين هنا ولا ما تخلي المحلات ديالهم، لأن ما عندهم ما يديروا. كتشوفوا هنا واحد التدخل السريع اللي حاولت باش تحل هذه الروكار باش نقد لولا التدخل ديالهم، لكان القضية غتولي مشى لا بيسين، غتولي الغرق المبين. هادو لو بحال المرابطين ديما جالسين هنا، ديما هنا. هاد الناس ديال التدخل السريع ديما حاصلين هنا كما كتشوف انت. فريد الناس كيطلبوا الساق، بغات الغرق هاد الخنز هذا، خاص الناس مسؤولين يتحركوا. هاد فريد كمال، واش كتشوف معنا ولا ما كتشوفش ولا كتسمع؟ راه الناس دخل عليهم المال ود الخنز، لان المسؤولين ما دارينش خدمتهم. راه العالم كامل باغي الساق، الناس كلشي كيبغي الساق، العالم كامل كتصف في السم ما كيوقعش هادشي. العالم كامل في اوروبا الساق ما كتحبس، ولكن ما كيوقعش لهم هادشي اللي كيوقع لهاد الناس هادو. الا صبت غير شويه ديال الساق الحمد لله، ولا دخل عليهم الخنز، ما الواد الحار. الواد الحار تفرقع ماشي المرة الأولى ماشي المرة الجوج. هذه المرة 25 كاع، ولكن كما قال الأخ بشكل موسمي، فيما كتصب الشتا كيوقع لهم هذه المشكلة، ولكن الناس مسؤولين ما مسؤولين هنا على الجماعة على الحرودة باش يحاولوا يدخلوا يديروا شي حل، ما بغاش يديروا حل. كتكرر الحادث ثلاثة المرات تربها في السنة. السنة كتوقع ديما هكا. كل تساقطات مطارية تكتب كتوقع حاولوا تتصلوا مع الناس المسؤولين ديال الجامعه. ما فيش حلول. لا حول ولا قوه الا بالله. الناس فقدوا الثقه، الناس كيف قلت لكم فقدوا الثقه، ما كاينش ما كتدق عليهم تهضر معاهم، الناس ديال الجامعه جاو كيطلوا مشاو فهمتي. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف هذا الهرق هذا هنا في عين حروده اخويا ابراهيم، هنا في عين حروده. الناس راه باقيين حاصلين، الناس حاصلين كتشوف، الناس حاصلين في هذا الغرق في هذا الفيضان. شوف كتشوف، شوف هنا شوف، هذا راه ماشي كيف قلت لكم، هذا راه ماشي ما عادي، ماشي حشومة، عيب وعار، عيب وعار. كتشوفوا معنا متبع قناة شوب تيفي، السلام. قلت لكم هذا ماشي ما عادي، لا حول ولا قوة الا بالله. انا نجيب ميكرو، خليك انا نجيب ميكرو. اخويا هاد السوق هادو كانوا فراشه، تحولوا حولوهم هنا، قالوا لهم غتبقاو هنا مؤقتا بما بني لكم واحد السوق نموذجي على مدة ديال 7 شهور. جا التسجيل ديال السيد العميل السابق وكذا، تسجل هذاك السوق قاد تصلح، دابا هو موجود مصلوح، ولكن 7 سنين هو مسدود، من 7 شهور ولا 7 سنين هو مسدود، باقي ما بغاش يديروا الحل مع هاد الناس. فيما كيجيو عندهم كيعطيو انت الوعود الكاذبه ديما، باقي هاد المشكل، باقي هاد المشكل، باقي هذا، باقي هذا، والناس هما غارقين. انت كتشوف الحاله ديال الناس، الناس هما غارقين دابا هنا.
السلام عليكم اخويا. السلام عليكم. انت صاحب المحل هذا؟ خويا راه كل فيما كتصب الشتا كنتكرف السوق خاصنا نشراو كراطه خاصنا نشراو شطابه في كل الشتا. ديما صافي هادشي اللي هادشي اللي مقابلين صافي. وين قبيله خويا راه من جيت من حليت انا كنشطب. خلينا الماء تكرفسنا شويه. اخويا المسؤولين باقي ما داروا معايا حتى شي حاجه السوق دابا راه مسدود شي 7 سنين و8 سنين هو مسدود. باقي ما كاين والو خويا. السلام عليكم. هذا معنا احد باع المتزوجين هو اللي كاين هنا. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمه الله. واحد الحالات كنبيعو ونشريو اخويا هنايا في بوتيكا ديال الحوايج بغيناهم يديروا معنا شي حل. هاد الشيء راه بزاف اخويا. يديروا معنا شي حل بالنسبه لهاد الماء هذا راه كيتكاثر علينا هنايا بغيناهم يديروا معنا شي حل. راه ديما كنهضروا مع الناس المسؤولين وما كيديروا معنا حتى شي حل اخويا. الميساج راه باين اخويا راك تشوف بعينك اخويا راه كلشي واضح اخويا. كما قال لي اخويا ما بقيناش في الخنس ما بقيناش في المدير الشتا دابا ولا طالع هذاك الشيء من تحت فهمتيني راك تشوف بعينك ما بقاش غير الماء ولا الماء ديال الخناز حتى الكليان ما بقاش يجي يشوف هذا الشيء كيرجع من الطريق اخويا. بغينا شي حل اخويا دار لينا لهذا الشيء. الله يرحم الوالدين. انا كيف كتشوفوا معنا متابعي قناه شو تيفي كيف قلت لكم تقريبا الناس بشحال المحلات ساكنه هما مع هذا المنزل واحد التدخل السريع ديال ليديك اللي كيباتوا هنا جالسين فيما كتكون احوال الطقس فيها الشتا كيجيو هنا كيبقاو جالسين هنا. هانتوما كتشوفوا الحاله هانتوما كتشوفوا الحاله متابعي قناه شو تيفي راه الناس مولي هانتوما كتشوفوا الحاله كيف قلت لكم حالة لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله كما كتشوفوا. سمعتوا سمعتوا عزيز السلام معنا الاخ عزيز سوا عنده محل ديالو السوق ما راه تخلي. السلام عليكم عزيز خويا. السلام عليكم خويا. خويا شنو الحالة كديرة؟ كنا كاين الماء ديال فهمتي كنا كاين الماء هذا ماشي ما خويا هو الحار هذا جابونا حطونا هنايا فهمتي خويا وما خلوه. شوف شنو الحاله كديرة ما كاينش اللي كيطلع علينا ولا يقول لنا مالكم داروا معنا شهر 10 شهور حنا دابا غادي انا خويا 7 سنوات فهمتي 7 سنين وحنا خاشين هنا وعباد الله كيجيو من البرانيه كيجيو يحطوا في الشارع المغربي العربي. حنا ولاد البلاد اللي جاو اللي جابونا هنا قالوا لنا تسناو 10 شهور ودابا حطونا هنا طلعوا خويا للشارع المغربي العربي ودابا راه 7 سنوات 7 سنوات اخويا حنا شنو الحاله كديرة هنا كان المرا ماشي ما دار الواد الحار شو راه ما دار الواد الحار اخويا فهمتي شنو الحاله كديره صاحبي شنو الحاله كديره جابونا خشاونا هنا والناس مفرشين في الشارع المغرب العربي جاو كيجيو من البرانيين سير طل سير طل الشارع المغرب العربي كلشي الناس مفرشين البراني وحنا جابونا ولاد البلاد اللي حطونا هنايا 7 سنين دابا شنو الحاله كديره اخويا شوف فين دابا يشتري شوف السلعه ديالنا كي ولات فهمتي شوف السلعه كي ولات راهي فهمتي لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. انتم كتشوفوا معنا متابعي قناه شو تيفي كتشوفوا الناس كما قلت لكم دابا كيجي البرد مكرشين كتجي الشتا مكرشين كتجي الشمس مكرفسين لا حول ولا قوة الا بالله مع العلم اننا اتسالي سلام هذا هذا فاطمة كتشوفوا هذه معنا واحد السيدتين وحده من اللي باعوا المتزوجين. السلام عليكم. سبنا السلعة كتبيع فيها سرت السلعة كلها سردات كلها تكرفسات دوك جوج ريالات اللي تسلفنا حنا مسلفينهم والله ما ديولنا عم سلفينهم باش تقدينا ملي جينا نقلبوا عليهم لقينا كلشي سرد كلشي فزق ما جيت في الحاك تلقيت كلشي. شوفوا هذا الخنز ها هو صور هذا الخنز هو الاول ها هو شوف الخنز كيفاش داير هذه حاله وكل كان ماشي مرحبا مرحبا غادي نهزهم ويتسقطوا هذو راه خنز وغادي اللحوم شكون غيلبسهم واخا تصبنهم واخا ديروا الصبان ما غيذيقوا حتى حاجه وتو دابا السوق موجود ما كاينش منين نقول الحاله الساكنه كاع الناس راه فرشه الفوق وتقول واحد بحالك الساكينه جيروا معنا حل اعطيونا السوق ولا ذبحونا وقتلونا وقولوا لنا الله يعاوننا ويعاونكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف سمعتوا معايا متابعي قناه هذه السيده وحده من هاد الباعه المتزوجين اللي مضرين اللي مضرين انتم كتشوفوا هاد السيده مسكينه تاهي شوف هي كتدفع من الصباح هذا راه من الصباح وهي كتدفع شوف هذا راه مسلمه راه كتدفع الواد الحار الماء الخامس
من الصباح وهي كتدفع هاد السيده هذه، انتما كتشوفوا الحاله، لا حول لا قوه الا بالله العظيم. انتما كتشوفوا الحاله هنا كيف دايره، الماء جا تدعو واحد تدخل سريع، اما مازال كيخوف الماء لان الماء جاي من الفوق، ما غيتقاداش الماء ما غيتقاداش لهم، لا ما غيتقاداش لان الماء جاي من الفوق. فهمتي واحد الحر، واحد شاد واحد مجموعه ديال الكتف السكنيه كثيره، فهمتي فين ما كتكون الماء هاد الشهر كيحصل. انا كيف كتشوفوا معنا، انتما كتشوفوا انا متابع قناه شو تي في، لا حول ولا قوه الا بالله. انا تود الحلاله الى هنا متابع قناه شو تي في، نشكركم على اللقاء في بث مباشر اخر ان شاء الله. شكرا، الى اللقاء. مشكور نزل وحده التدخل السريع على المجهود الكبير اللي كيقوموا به. كيف قلت لكم في مرض تكون الاجواء حاله الطقس فيها فيها الامطار، كيجيو هنا كيوقفونا ولا بالكاميو ديالهم بالموتور ديال الملك يجر الماء، راه وص للكامل هو خدام، ولكن مع الاسف لان الماء جاي من الفوق، الماء ديال هذاك جاي من الفوق، جاي من الشلالات من هكا وجاي الفوق، كيكون قادوش واحد، هذا هو المشكل، كاين قادوش واحد اللي كيجمع هادشي، واخا كتضل راه المرة الأولى، المرة زوج، المرة الثالثة، المرة الرابعة، المرة 15، الحالة هي محالة. هانتوما كتشوفوا، شوفوا الفيضان اللي لهيه، راه وات تما، وات بحيرة قداش لاهي، هنا ولات بحيرة. إلى هنا متابعينا نشكركم على اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله. شكرا.